انا ابتديت كده. انت مخلوق بديع غريب استوى فوق الحياه ليطالعنا من علي بعينين هائمتين في ملكوت لا ندري. النفس او الروح دايما تحن للوطن وبتفضله عن اي مكان تاني في الدنيا. امريكا رمز العالم الحر، يبقى فيها قانون طوارئ ومحاكم عسكريه وحبس تحفظي وتجاسس على تليفونات الناس. اهلا بكم في العالم التالي. فكرك انكم محميين هون ولا باي مكان من وطننا العربي من المحيط السائر الى الخليج الهادر؟ لقيت نفسي طاير فوق المدينه العظيمه ونبضها بيدق في عروقي. ملك نيويورك. معرفتش طريق لا العيشة ولا البلد ولا نفسي ولا انتي. طريقك غير طريقي، انا حالة ميؤوس منها. بقى كل ده هيحصل من مورس وانا مش دريان؟ عايز تحس ان مقامك عالي؟ يعمل شيء ينفع الناس. اللي في بطنك ده لازم ينزل، وانا مش هسمح لك تهدي كل المبنيين. اللهم ارزقني وزوجتي بالخلف الصالح. ربنا بيبارك في القليل، ولو ان ده مش هيبقى قليل، ده هيبقى كتير قوي برضه. فلوس فلوس فلوس. انا طول عمري راجل والكلمه كلمتي، مش لاني بهنيكوا وادلعكوا ابقى ضعيف، لا، ده الراجل الجدع اللي يعمل زيي. انا عمري ما كان ليا ارض في البلد، وعمري ما كان ليا اهلي يسالوا عن احوالي. اللي عارف الحب مش هنخاف منه، واللي ما عرفوهوش يجوا يتعلموا مننا، وهو كله بسبب. طبعا انت عارف ان انا عندي حصانه. الحصانه على راسنا من فوق يا ست النايب. وبعدين سيادتك قلقان، مش جايز الرجاله ما يلاقوش حاجه؟ بتصور ايه؟ لم يمضي على موته شهران، لا بل اقل من شهرين. دول 20 سنه. افكاري التقطها من احاسيس الناس، ولا أذكر أنني تلقيت يوماً نقداً حول رسومي من فئات شعبية. أعلم أنني سأواصل الطريق، فأنا على موعد هناك بعيداً ولن أخلفه. سنلتقي ذات يوم حاملين صورة الوطن في العيون، وسنستمر.